السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيفا وترياق البحور يوم دي 17/10 وحياة بحارة. رجعنا لكم من جديد مع حلقة جديدة من ألعاب جنتكم. إن شاء الله اليوم بنبدأ في الزراعة، بنكمل الزراعة وبنروح رحلة بحرية. يلا، طبعا في البداية بأخذ الأدوات اللي نحتاجها حق الزراعة من صندوق الزراعة اللي احنا حاطينها في البيت. طبعا المفروض ان الزرعة نكون خلصنا منها من زمان، بس انا الفرتلايزر او السماد كان ياخذ فور افر وشوي ما كنا نعرف نسويه بالضبط، فكان معانا لين اخر مرة قدرنا نسويه. حطي بالضبط تحته اذا يصير، المفروض انه يصير. اوكي، اتمنى ان شيء صح. اوكي، ايه المي صفي. انزين، حلازم احط السماد داخل صح؟ وبعد اوكي صار في فرتلايزر والمي شغال، بس باقي نحط السيد. خدتي سيدز ولا لا؟ راح اجيب. انا فكرت في الأشياء اللي ممكن الواحد يزرعها، بس أحس ما أعرف نجرب في شنو أول. يعني أعرف شنو السيد اللي بيكون بيطلع لنا شيء نادر يمكن. هنجرب أي شيء حين ونشوف شو صح. جربي هاي أمار باري. مثلا لازم نحط بس نوع واحد. ما أدري والله إذا يصير نحط أكثر من شيء. بس جنك واحد. بس جنك كل مارفة. هاي مربع زراعة فينا ما ينحط. مكتوب seeding أو seedling. يعني إيش أسوي؟ أعتقد هم كانوا ثلاثة، يوم حطيتهم صاروا اثنين بس أعتقد. ما أدري. زين، لما حطيتيهم هذا grow over time. إذا حطيتيهم تي داخل؟ أي إحدى السماد، بس ما أدري، ما طلع شيء، ما حسيت، يعني ما في شيء، مو بمحطوط شيء إحدى السماد حاليا. كان هم اختفوا يعني صح؟ إيه. هو مكتوب علينا أهم seedling، فالمفروض بلا حاطين حط اسم السيد اللي حطيناه، فمعناته قاعد يستوي، قاعد ينزرع. اوكي، يعني لازم نصبر عليه. يعني كل شيء شغال. راح نحط واحد. ما عارف اذا يصير نحط اكثر من شيء ولا لا، نجرب. ممكن. او نسوي بلات ثاني. الحين خلينا نجرب بواحد بس. صح؟ ما بأننا نحن قاعد نجرب. اي اوكي، عشان ما نقعد نخسر اشياءنا على الفاضي. برد ما يختفون اذا نحطهم. ايه، برد البيت بحط البذور في الصندوق. اوكي، وما نقدر نحط كروب ثاني لان ما عندنا السماد كفاية. يا مع فضلات الحيوانات شان يسمونه نسوي. وفي سايزات مختلفة، يعني في مثلا صغير، وفي هاي الكروب بلوت المكان اللي نزرع فيه. ايه، في ميديوم وفي لارج، وفي حتى بعض النباتات ما يصير نزرعهم في الصغير. يعني من اللي حط اغراض في الكوكينج بوت؟ انا حاطتهم. عادي تاخذينهم. من متى عندنا هاي الشيء الفرن؟ او جدار الطباخ ما منهم فايدة؟ ما منهم فايدة؟ ولا السبارك باودر؟ ترياق بتطيحين. يعني بلا، بس الحين انا بيسوي شيء زي غير. اوكي، قاعد اجرب. اوكي زي، يلا نروح ولا؟ يلا. ولكن يوم جيت ابي تنطر لان هاي الشيء اللي قاعد تسوي تستوي. بس شوي. اوكي، تقدر تعطينا
معلومات عن الشيء اللي قاعد تسوي. قاعد جرب أسوي داي. وأخيرا. يعني شيء بنقدر نصبغ ثيابنا؟ إيه بس ما أعرف إذا بيصير ولا لا. يعني العدد مال البيريز قل. ما تصير. إذا أبي ستون من الحصى أستخدم بيكاكس ولا أكس؟ ستون هاتشت. أوكي. هاتشت. يلا بنتظركم في المركب لينتيون. أوكي. طبعا عندنا 11 متال. أوه من في كان يرسل الفلير جان. حصلناه أعتقد. أي من هالأشياء اللي تطيح. أنا تعلمت للأسف حسبت مسدس صدق لأخي طلع فلير جان. انا نفسك يوم شفت اني اقدر اتعلمها شي تحمست وبغيت اضغط لعقب استوعبتنا ترى لا هو مسدس صجي. من بسوق كيفكم؟ انا سوق؟ دانان احنا عصاب رايحين بالضبط دانان نلاقي جزيرة صج؟ في جزيرة تحت. وين تحت يعني ورا؟ اي اوكي كوع للمرة الثانية جزيرة صغيرة. انا عندي علامة في الخريطة موتي على البيت. اوكي شلون؟ عندكم؟ انا حطيتها. ايش صير؟ شلون اتحكم في الخريطة اصلا؟ صراحة نسيت. حاول تتذكر. ايه صوت الماي حلو. اكو غوريلا قاعد تمشى هناك. صديقتي هذه. صديقتك؟ سطرتنا بدون سبب. صح بس تقربي عندها تستنزل. هقدر اروح عند المستنقع. شيرنا. ليش ما اقدر اتحرك؟ شيرنا في تحتنا. ما ادري شنو. انا شوي تقريبا من ترى ما اقدر اشوف قدامي عدل عشان شي احرك يمين يسار عشان اقدر اشوف بسبت الاشراع. اي كاجي جزيرة عبنا في الحصة. في صار هي جزيرة هناك. اذا وين تبون نصف؟ انا ليش شي برا وايد ترى في مكان. تبون هني ولا ولا الف؟ ما ادري اكيد يعني وايد قريب عشان اذا كان في شيء يلحقنا نقدر يعني هني يعني اوقف وحط المركب مقابل برا عشان لو بسرعه نبي نشرد نقدر نشرد حركات ذا وقت مدد هنا اكو بيضه عوده شوي شوي يمكن يلحقونك اي بالعدال ها امسكوا اي بيلحقونك ترى سيجو زين شوفوا هذه اي هذه يستخدمونها عشان يكسرون الشيار حصل ود وايد بس في 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 اثنين هني نفسه اي هو ميل وفيميل انزين ناخذ البيضه نشوف من بيلحقنا لا هو لا مو هو شو هذاك الكائن العود هاي بيضته انزين ناخذها ونشرد استقوا اي واحد فيهم هاي اللي قاعد يركب فوق اللي من تحت برتقالي اللي قدامي الحين بالضبط اي هذي قاعد يركب فوق زين هو بعيد يمدينا ناخذها ونشرد واللي وراك الميل او الفيميل خلنا نركب القارب اي ونوخر شوي من من بيكون ضحية الديناصور وايد خرع كيفكم؟ شنو ترياق هي الضحية قارب وايد بعيد زين حد يوقف في القارب ويمسك شو اسمه ونحرك كأنه بنحرك اي يمسك كأنه بنحرك ما نقدر نركب القارب روح من على جنب من بيسوق يلا شباب حد منكم انا ما اقدر اركب اسبحي وانت في الماء اسبحي من على الفوق دوسي اكس اقصد ما ادري شنو اللي يسبح الكيبورد يلا باخذها يا ام جي قاعد توك قرب لها عشان تركب اي ارجع لها اكثر عشان ترى اخذتها وقعيكم ما في ريل هو راج
يو ام جي راحت عنهم. اخص وينك؟ تحت الماي. هو معاج وروج الحقي اركضي. سوق 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 كيو ام جي سوق. هو ما يبي فيفا، هو يبيني انا، انا اللي عند البيضة. فيفا حاول تطلع من الماء عشان الستامينا ما تخلص. اروح صف فيفا. لا لا روحوا روحوا، هو قاعد يسبح لكم. ترى هو ما بيوقف، ها ترى ما بيوقف لين شو اسمه، لين ما ادري متى. بس ذاك اليوم يوم اخذت بيضة التراك جي تامين حقني لين ذبحته. فاذا تبون بذبحه. زين ايه اكي ام جي قرب منها شوي بنضربه. او هو خيتم يجدم شوي شوي انتو فلعوا عليه اسهم وحاصة. جي اوكي ولا لا؟ بس اوكي وقف. ترى ما اقدر اشوفها. اخص كيو ام جي حرك. مات اي مات. ارجع لا لا توقف، امشي امشي. في قرش اخاف يهجم علينا. القرش هو اللي هجم عليه. اي القرش قاعد ياكله. ارجع ارجع شوي. متوحش القرش. ما قاعد اشوف جريمه تصير في الماي. كيف اطلع؟ وانا قاعد اطلع الشاطئ. وينهم؟ ما خلاص ما ادري وينهم اختفوا. القروش قاعد يسبحون تحت بس الديناصور ما تشوفه. تلقونه مات وكلوه وخلصوا. خلاص خلنا نرجع حين الجزيرة. اي يلا خلنا نرجع نكمل او ارجعوا نكمل. انا نزلت عشان اقاتل اصعد ترياق البحور. ورانا القرش. ترى ورانا القرش. ترى البحر وين عم يبقى هني. شو اسوي يعني؟ ما يقدر ينزل. اي خلاص صفعدت. يمكن شي اوكي عشان نركب على جنب. اوكي صح. احاول انطل دعم ما ادري ما فيكم. دعمتني انا. يلا من متى عند السهم؟ انا سويت. تبي اسوي لك؟ لا اعرف اسوي بس ما سويت ما ادري ليش. فيفا ترى كلنا عندنا الا انت. يا الهي على بالي بس انت اللي عندك. anyway. حتى الاسهم اقدر اسويها. يلا نبدا المغامره. في ستيكر ثاني تبون تستخدم بيت هو بعد؟ just kidding. نطلع فوق صح؟ يطلع يكون القروش. في برونتو فوق. برونتو صارت في حصى فوق. اه ما اقدر اشوف شيء كان انا باتات. اوف الحصى مزعج. اوكي اسمع شلون ركبت فوق الحصى؟ قاعد اسوي حركات نينجا. انا ركبت وطحت في النص. جبتك. And now I'm stuck. Okay, pickaxe. يلا انا خلصت عديت الحصى. صح الارض غريبة كأنها صار زلزال في المكان. شلون تشيل حصى معقد؟ الكائن ليه معصب؟ ليه يركض كأنه يبي يهاجمني؟ اي كائن انت وين اصلا؟ بسم الله. اي هو؟ شنو؟ اي هو نفسه؟ لا غير هاي اخضر. ايش يبي؟ وينه؟ ما ادري. نسي ذكر عشان واحد لحقنا هاي ثاني. وين؟ انا ما اشوف شيء اتحكم. ما ادري وين راح. اكاهو يحاول الحين. شو نسوي فيه؟ نقتله؟ فلعت عليه حصى. حصى مشير. يمكن شير. حس ان احنا اشرار. بس يتم نطق الديناصور بدون سبب. مات مات. او يمكن بس اغمى عليه. لازم نروضه. حياتك انت انت متي تحت بالضبط. انت يلا وينكم؟ خل نروح نكتشف الجزيرة اكثر. في الصخرة اللي فيها مثل ايه
وين وين ابى اشوف هذي كاهني ما عرفت وين راحت كلنا هنا كاهني هذي هاي اللي تشي فيها اشياء ذهبية ايوه ايه من ساعة شفت واحدة بس كلهم تشي يعني بالفاس ولا البكاي اعتقد البكاي الجزيرة وايد خطرة ليش انا كلها منحدرات من اي مكان واحد يقدر يطيح تتوقعون فيها كهف والله ممكن بهاي المكان اللي في الناس ما اعتقد انا حطيت النار هني في الزاويه اتذكر كل الكهوف في الجزيره العوده زين خلينا ندور عقب ما بقينا نحن عين نستكشف اعتقد اكتشفنا الجزيره كلها من فوق ان المكان اصلا صغير ايه رأيك وينت اتمشى في الجزيره بسطرنا هذا خير اي صح اخذ اللحم كله بسم الله مع الاصوات اللي قاعد يطلعها يلا خلنا ننزل نشوف الجزيره من تحت فيفا ليه تقول نفس الكلام اللي اقوله دراني الويس عندي زايد ما اشفي من المعدن ايه يصحى حتى انا عباية من الحصى بس الصحة يعني حفرة احد ياي انا وين قاعد اديكم وين النزلة ذاك الصوب غلط انا ما ادري ليه لحقناك انا قلت لكم هو الصوب غلط زين نقدر ننزل هني على الصخر ترى نقدر ننزل من هني كل اماكن نقدر ننزل على الصخر بتعورون شوي خنزير كأنه ماكس اي بين الفيلة والخنزير ما ادري ما حسيت خنزير بس خشمة اي بس خشمة واذنه يمكن خنزير بري يا اي هو شي الخنزير البري شاب اللي يحتاج يشرب مي يشرب ده واحنا عند المي نشرب يا اخي حاجة مقرفة تعالي تشوف هاي لا كيف جي خربت الموضوع مش هكمل شنو هاي الشيء اللي قاعد يطير هناك في شيئين قاعد يطيرون هنا حد يشوف اللي كأنه خفاش لا اللي كأنهم أشياء غريبة قاعدة تطير والله ما يطير يطير بس مرتفع عن الأرض هو شيء مبنى اي قصدك هاي انزين نبي نعرف وين قربنا سفينتنا هني البحر لحظة ما خلصنا القرش اللي فيفا قال عنه بلا خلصنا خلص حد ينزل في سمكه عوده في النص خلصنا من الجزيره ما خلصنا انت ايش قاعد تسوون قاعد اكتشف لاخر مكان ممكن احط ريلي فيه اوه شيرت بين الحصى قدرت اطوف بعد اوه اعتقد انها بس